يا موزه تعمل فيك كده زكي. يا سيد ايه يا عم التوتر ده؟ يلا نروح. روح بس شويه. يلا الساعه 3 الصبح. استنى يا سيد. يلا ما انت كل يوم هنا. سيد اصبر يا سيد. يلا عايزين نروح يا عم. يلا بس يلا بقى قوم. يلا يلا هيكون المكان علينا. غريب قوي. كل يوم فيديو جيم. كل يوم فيديو جيم. انا نفسي اجيب واحده من دول عندي في البيت يا اخي. زكي ايه الحق قطع طريق. قطع طريق يعني ايه؟ بيشتغلوا ايه يعني؟ بقول لك قطع طريق بلطجيه يعني. بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي. هتعمسها على الكباتين. اسم النبي حرصك وساينك وضمنك يا دل امك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس، ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيته الجديده يا عينهم. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وادي الجاكيته الجديده. هاي ادي الجاكيته. حاضر. وعلى فكره دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك، تتربى في عزك. والبنطلون كمان؟ لا البنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا انا بقلع اهو اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا اولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو. ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع. ولا مستني لما اجيب الدره تقلعك؟ انا مش نايتي يا زكي. انا مش نايتي. لا انا ماشي، انما سيد النايتي لا لا سيبهولي. انا يا سيد انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا يا سيد امك. اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده؟ انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم.
خور العيال دي لبسهم بدلة التشريفة. لا ما تسيبهمش يروحوا مالص كده. وبعدين يا شيخ وحات النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مرة بسمع كلامي. ها بسرعة والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعالى. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوه أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه أنت كنت بصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ورق ورق يا بابا. مبسوط مبسوط؟ هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا. اهدى شويه. حرام عليك. انت سخن خالص يا بابا. سخن؟ مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف. يا ابني تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمني يا بابا بقى. خد يا زك. قلبي ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك؟ شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك؟ هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا. اقف هنا. قلت لك اقف. قلت لك كده الكم بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قرين؟ انا بتهزر؟ تعالى يا قرين. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله لا التفاح الا التفاح الا التفاح يا بابا. لا 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 لا. انت هتشيلني يا ريت. انت هتشيلني. بقى يا بابا. يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جاي من اخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت. اخوك خلاص يا بابا. ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا محدش ضربني. انا ما اتنقلتش من هنا. ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال تروح تجيب ناس تانيه. بلاش. اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه؟ طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. يا حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه؟ اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني عمال من هنا لهنا مش مركز واخد عينه هو. سالم صباح الفل. سالم كنت بحب بنكشك يا سالم. طيب ايه حضلك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك وانت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما كلش. ايه ده؟ هو التفاح خلص؟ كده انا عندي سبعه. ايه ده؟ اسود ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا
مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه الأسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون، أنا مش فاهم الكلام دي إيه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة، في كده في كده، وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام و يخرب بيت عقلك، إيه ده؟ كوتشيني المنوم اللي بتنيمه هو نايم حاضرها كده ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ أنت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش أنا، ده الواد سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. وسيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويطفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. انا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع لك. ترجعني فين يا هاني انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجعني. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الدرج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الدرج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخويا الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هتلوم يا جماعه ليه ده العيش بايت ليه كده؟ ده فول ده حش ماشي، جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل ده كده. طيب الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة، هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه، هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي، اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار.
طبعا عندنا سواء عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا. طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك له. ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكية؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا؟ ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعالى هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك، فاهم؟ 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 خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني، بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله، بعد اذنك. خد ال دبليو سي ثانية بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الأول. شفت في أخلاقك. شفت. لو سمحتي كوباية مية؟ أيوه. كوباية مية. كوباية مية؟ إيه ده؟ سميرة؟ سميرة رهيب. زكي عامل إيه يا حبيبي؟ أخبارك إيه يا سمسة؟ عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ أنت أخبارك إيه؟ الحلاوة دي لفيتي واتدورتي وبقيتي قمر. إيه ده؟ خطبتي؟ ليه شيخ؟ اه والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري، الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما تقلش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي، بصي تعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده؟ ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام، بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهيألي شكري. انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله، بذكرياتك الزباله دي يا تافل، طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دبمه يا دبمه، مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. ليه ليه؟ مسؤول ليه؟ يا جماعه مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ عطك المسؤول في ايه؟ فعدتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتاخرتش، ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتحت. ايه حصلت؟ هفهم سيادتك هفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحده اصلا زباله سوسته، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا جيب لي حقي. حصلت بره بره، مش عايز اشوف خلقتك تاني هنا خالص. ده انت في باله وهي اثبت منك. بره. وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ امال عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهاردة. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناك النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم اشوفك في عيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل اطفي الزفت ده وتخش انام على طول. خمس دقايق وماتش دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش تنام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ يا
يلا بقى تصبح على خير. تصبح على خير. حازم انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاده كل سنه طيبه يعني. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكوا شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا، كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه الثانيه. بطل يا اخي قله ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم، انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يعتزلك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم، سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. اه ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد، دي سميرة بهيج زميلتي في الكلية. ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميرة زميلتك في الكلية؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة، دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع. اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين؟ طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. أيوة ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك واتفضل واطلع برا. امشي برا امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا مش أنكر نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي امشي، وانا كمان يا نادر. يلا بقى سلام عليكم. الله ايه العيله دي؟ الناس دي جسام. صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا في حاجه سخنه؟ في مانجا سخنه. لا ده في قله ادب وسفاله. يا نادر واضح ان في نداله وقله اصل. ليه نادر بقى دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ انا ايوه حبيبتي في ايه اللي انت جايبه وشغاله عندك ده؟ انت تاني عمل ايه؟ بيعاكسني انا وهبه، والمصحف معاكسني هبه. بتعاكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى فدي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار اسود منيل. طب بالنسبه لهبه ظروفها ايه؟ اطلع بره. ماشي 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 بره. الله الله شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان الان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايزه حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ انت ناوي تدخل الحرب؟
ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش بخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم، انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال، صحصح لي كده. ها تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله. حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد. انا ما بقولش حاجه. الله. انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه. خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم التشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكوا. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك.
اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق ما تبصلوش بقى ما تبصلوش، وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض، التاني ده اسمه داغر، التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشة؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. ايه؟ لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا نهض هيضربوك ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو تاني. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي انت. روح يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. اوعى حد يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب ابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره في هنا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاسه. مين ده؟ انا. انت؟ في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كيف؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح فيه. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سامع سالم اقعد على الكرسي ده، انا سالم مدفيه كويس قوي. نهار اسلوم. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي من عمايلك فيا. بس يا واحده شويه مش عارف عصبي ده شويه تعبتني ايه تعبتني بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد ده؟ جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب يا ابني.
يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا قليل القرف. ايه ايه مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي تعالى هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك. ركز زكي وراك انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما انت معاك ضني اوعى على وشي. يا بابا يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. لا اطلع. مش طالع يا ربي مخلي فار. اطلع يالا احسن لك. مش حاطط. خلاص خليك خليك يا اخوي حتى افتح السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره واعيد لك؟ وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغوليات الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز؟ أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم. جوه البيت، بره البيت، بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي، أظن الكلام بتاعي واضح. يعني إيه؟ حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنطى فالبول ناو يو كان كام اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك بالنسبه كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في الطبلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا راح النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي معهم. طبعا اسمع شيرين، شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده عربيتك دي. ها عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حاسب. ايه ده؟ في حاجه فجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانيه واحده. ثانيه انا بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟
حسوق بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. اه طب اركب ورا يلا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي حسوق. يلا يا عمر. انا اللي حسوق. طب دوسي دبرياج جامد بقى لو انت اللي تسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. خصمك ايه اللي تزوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسه ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تطفيش ايدك على الكاسه. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانيه واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي 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 ثانيه واحده. 012 012 012 هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابن الحيوان؟ عاجبك كده؟ انزل بقى اتعب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه ايه؟ انزل ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه، ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخينا. مرة ما راكب زمان بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. يا سيد مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله. وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايتي الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القمر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافنا. تخيل حجمه واحضانه وبوسه وتبهدلني الواد الصغير ده. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. زي كده، انا عارفك بتبص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر، انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك، اخدعك يا سيد، وبعدين انت قوي الشتيمه. لا في دي عندك حق. لا. طب شفت؟ شفت؟ بص هقول لك انا حاجه يا سيد، بص. ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب، انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي؟ يلا يا سيد يلا يا سيد. اهلا اهلا اهلا. اطعم مسا على الكباتين. بسم الله بحرسك وسينك وضمك يا تعم يا نايتي. بس 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 باش كان فاضي ده كان زمان.
تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا؟ في ايه؟ انت فاهم يا ابني اللي عملته ده بتروي دراعي؟ ليه يا بابا؟ هي كلمه، يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا حموت حموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه يالا؟ محسسني ان انت مش ابنك، انك ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره. بحبك ليه؟ حبني. بص بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحمي. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده؟ ده رطيس. السيف ده يعني خلاص خلصوا خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟ لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوانه ما عنديش مشكله. وصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من اللي جاي ورا ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرف اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. العب.
تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده انا هقشطك. ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي، خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش، ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركة حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر، نفسي ابويا بطل العصبية اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعقلي جامد موت. يا نهار اسود، هيزعقلك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجة دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكرة على فكرة، وانت جزمة في العربيات. قوم قوم بقى سيبني، انا عايز اقعد لوحدي شوية. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجة طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي، هات هدومي، هات هدومي ونضارتي، هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجة؟ لا كان عيان. يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطرق على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحك. عمر، ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب عمر، ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف، ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني. يعني انا اسف، انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده، والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني، جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجموعه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي يا شيخ. اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك، حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا في ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا. وطوبه مش عاديه دي، طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقول الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب 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 افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من اسمي ده انت كده؟
وانت كده ده انت غبي. يعني ايه اهربك من الاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد اطمن يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم انت كده هتروشنا يا مسالم. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ هنزل السكينه. ايه ده يا جريمه قتل؟ اجري انا اجري مش عاوز انا عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينه الكهرباء. بابي يا بابي في حرامي فوق شفته بينط من برغله عمر. حرامي؟ انتوا متاكدين؟ انا شفت بعينيا. شفتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعه صوتكم عالي خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجه بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحه امك بيك يا منى. زكي اطلع بسرعه يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعه ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي ايه؟ اديله كشاف يا مندا. الشوفير زومبري هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زين. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع بس قلنا الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. أستاذ حرامي أوعى أنا على اسمك. أوعى تتحرك. سبحان الله ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. ما أنا مش حرامي عادي. أيوه وأنا برضه هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه ادي الساعه وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت ويعني ما تعرضش نفسك مخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اه اجيب لك حاجه سخنه وزي الفل ما تخافش. تصرف يا سالم بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم. هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيبني بجرام بروبلام كاسك الياه. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور لا يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة مومي. ايه يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك. عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف. ما هو مفطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد. معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك. بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. عيب يا جدع انت. ده انا زودها لك. لا يا عم هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحش. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يعني. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش. ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700. هي في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان قفلهم لباكو باكو. اضرب كمان. عايز اتوب؟ ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني. يا بختي من ايد الواقف دي كده خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه.
اتنطط يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه، كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على في المكتب ان شاء الله. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافأة عاملها لك خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي، وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه، ده واجبي ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه، يا نهار اسود كل دي فلوس. انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيره على وش جواز وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ اه امي. ايه امال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوه؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني، بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها بحبك انا بحبك. على اذنك يا خير ربيع هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت، لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته، قصدي هجيني فوق طول واقف. على اذنك. ايه ده؟ اخير يا قليل ادب. هفهمك هفهمك. فهمني. طب ده انا هقتلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون. انا اجن منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هقتل نفسي. يا خيرت بيه يا خيرت بيه. يا تسكت. خد تعالى خد تعالى هقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطله جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. ايه يا اولاد اللي بيصرف علينا؟ جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازاي خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. خلاص بقى خلاص بقى. اقعد بقى بابا انت كل شويه هنقعد نجري. صح عليك. اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي، حاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفتي انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي ايه يا زكي؟ زكي هنا انت راخر ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي. بص ده بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه كيكي. كيكي؟ ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه. نضاره بربريز في مي. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده برضه. سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. مال عب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟
بقول لك يا زكي. نعم. ايه ده؟ ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه. طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. قريتيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرجي عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوه اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا، انا ساره صاحبه اخته. اه، ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله، حلو قوي ده، شبه كيتو بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا، مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. زكي. حلو حلو، اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. ها، امسكوا جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لعبة دورك. هاي شيرين. هاي بابي، ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا، ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي، ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده، انت فضيحه لما بتصدق. اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم، خليك كده، خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف من ايه يعني؟ ها، خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده مال وهدومك. عايزك زي الاسد، اسد واقف وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب. كلب؟ كلب تاني في البيت يا عمر؟ احنا مش كنا اتفقنا في الموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل، بابي هيزعل، وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب، قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد، كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوه، شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك، انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه. هو انا ناقصك يا جدع انت؟ يا خرب بيه، ده ما بيكبرش. لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص، ده بيمشي. بص بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر. ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟ مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايوه، الادمان ملوش سن، الادمان يدق الابواب في اي وقت. انا هرجعه. يا عيني يا عمر. يا زكي. ايوه. هو مفيش لون تاني غير الاسود ده؟ في اسمر. اوكي انا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينه، ما يدخلش من باب البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا خير ربي. الهي ربنا يكملك ببدلك، ربنا يقدرك وتخلص السيجار اللي في ايدك يا عمر.
عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس هيخليه يقعد معاك في الاوضه كمان. انا اللي خليته وافق. صباح الخير. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ انا بيت هنا من امبارح. انا قلت اجيبك من اول الخط عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو مكان اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيه تيجي تاخده. يا بنتي ما تركني جوه يا بنتي، دلوقتي النادي هيبقى زحمه. يلا بالمكان يتاخد. طيب اوكي اوكي ثانيه واحده. على مهلك على مالك وانت ناجح. اركن انت واقع. والله حرام عليك، انت اللي بهدلهم طلعني. يا انيسه شيرين، يا انيسه شيرين، يا انيسه شيرين. رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانيسه اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك. الانيسه شيرين. لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك. ده انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، محدش بيضحك عليها خالص. تعالى كل يوم اقولها لك بتضحك كده. ربنا يكبر في خاطرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. واسمك كريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا واحد وعابدين ولا اثنين وعابدين ولا جديده دي. اتفقك. ده انت دمك شربات. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى اخ عابدين، انا هي دخلت كده اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قالك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوغت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليكي. كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي؟ زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. تقوم تنط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقله على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد، لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى، أنت تعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ قوموني. أيوة بالراحة. بس خلاص أنا كويس، أنا كويس. سيبوني كويس؟ سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضو جامد. ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك ميكروكروم. لا ميكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب الميكروكروم يا شيخ؟ خضتني عليك. خضت عليا، خضت عليا، خضت. تعال تعال تعال. Thank you.
بس انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ جهز نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازم اترستا، ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ شفت الرواشه؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي، عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكره. انا لو اعرف كده كنت جيت عادي على فكره، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجه. المكان ده مش قد كده. ها؟ امال ايه؟ طب يا استاذ سبايكي ثانيه واحده بقى. اتفضل. اوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ها؟ ايه يا عم؟ بقول لك ايه، عندك اغاني ايه صعبه؟ عربي ولا اجنبي؟ اي حاجه ان شاء الله يا باني، انا عايز الاغنيه اللي غناها ما اعرفش اغنيها تاني. يا عم انا عندي اغنيه مهيبره. صح كده. بقول لك ايه، شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ اه. انا عايزك بعد كده تروح تدي له المايك. قول لي اسمه ايه وانا اروقه لك على هوا. اسمه زكي. فول. قشطه عليك. بس عاملين شويه تتلس في التفاصيل هنا حلوه قوي قوي. عايز اسمع يا جماعه صفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. سيكو. عندك اغنية قوم بالليل لا قوم بالصبح؟ لا. قوم بالليل لا قوم بالصبح، انا قوم بالليل لا قوم بالصبح. قوم بالليل لا قوم بالصبح، قوم بالليل لا قوم بالصبح، قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا. طب سمعني احلى صدى صوت بقى. واحد اثنين ثلاثة. ايوه انس انس. اسمع اسمع. يلا معايا. الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. انا شفت التت بتاع البت تحت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. اه يا ديسكو. طب شفت القط بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. هلو ايفري باديز اي ام ديفرنت. شفت القط اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. بيقول ايه ده؟ شفت الواقف جنب ابو خالف اللي جابه رسمت تاتو اللي يبان من القط اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد. فقال له زيكو. يا نهار اسود ايه اللي انت عملته ده؟ خش تعال عايزاك بقول معلش معلش
بشوف كده. تعالى بقى يلا عشان عايزاك. ها يعني انتوا عايزين تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. اه وافهم من كده ان انت عايزاني اقنع بابا ان انتوا تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. وشرم الشيخ دي بلد طبعا؟ اه طبعا بلد. بلد شرم الشيخ دي اللي هي في الغردقه باين. في الغردقه؟ دي محافظه ودي محافظه. طيب خلاص خلاص، اخر سؤال، امتى اخر مره طلعتوا الرحله دي؟ من سنتين. من سنتين؟ الساعه كام بالظبط؟ ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتسالها دي؟ ممكن تقعد بقى عشان انت خيلتني. معك حق، انا كمان حاسس ان انا دخت، بس انا مش هقعد على الكنبه دي لاني بخاف منها، اصلها شبه البوزه، هنقعد هناك احسن. طب ليه حاسه ان باباكي ممكن ما وافقش ان انتوا تطلعوا الرحله؟ مش عارفه، بابا بقاله فتره معيشنا في حاله رعب، بيعملني زي عمر، بيعملني زي الطفله، مش قادر يقتنع ان انا كبرت خلاص. زيكو؟ زكي؟ ايه ده؟ تلبت ولا ايه؟ قوم. ايوان ايوان ايوان. اه ايه ده؟ ده انا حلمت حلم خير لما اجعله خير، ان في ناس لابسه ابيض في ابيض ونازلين البحر، واضح ان هم رايحين شرم الشيخ. اه ده احنا. اه خمس دقايق بالظبط بقى، ايه اريح شويه وبعدين اقوم اكلم خير ربي. ايه ده؟ قوم. الو، بقول لك ايه؟ عايزك تفسح الخبر الاجانب دول ثلاث ايام في الاقصر على بال ما اجاوبك انا. احنا طالعين شرم، هتيجي معانا ولا مش جاي؟ وبعدين؟ هاي زيكو، بابي وافق؟ عنادي 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 جامد. الحقيقة ها ايه؟ أنا حاولت معاه لكن رفض. أنا كنت عارفة، أنا بذلت قصارى جهدي. هو طب خلاص خلاص، سيبني يلا دلوقتي لوحدي. مش هتخافي تقعدي لوحدك؟ يا أخي بقى برا. لا 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 لا. على فكرة أنت مالكيش أمان خالص. عموما أحب أقول لك بابا وافق. لا 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 بتتحرك. اتحرك؟ لا لا انت بتتحرك. واقف والله. لا بجد والله واقف. اتكلم بجد. اه والله انا بموت فيك. إيه؟ بجد بجد ميرسي قوي. على ايه؟ ميرسي بجد، مش مصدقه بموت فيك. آه زيكو سوري انا. أنا كنت متأكد إنه نوع على فكرة. كم زبالة. أنت قنديل البحر أصلاً ما يرضاش يبصلك. بقول لك إيه؟ ما تيجي نتمشى كده شوية. أوكي يلا. إيه على فين؟ أروح نتمشى شوية، عندك مانع؟ لا أبداً خالص، يلا بينا، يلا بينا. يلا تمشى، يلا سارة، يلا عم. يلا تفضلوا تفضلوا. هو عمر وزكي اتأخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش، زماننا جايين. تعالوا نقعد، تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ دول بلطجية. بص يا عمر، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها ارفع ايدك، قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عايشين عيشه اخر رواية، صحرا وجبل ورقص وحاجه زي الفل. مفيش حاجه تانية لفتت نظرك؟
حاجة تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجة. طب بقولك ايه، انا هقوم عشان اجيب اكل. هتجيبلك اكل معايا؟ لا مش عايزة. طيب اعملنا انت شاي بقى قبل ما اجي. ها اهو مش حرمك من حاجة، اهو موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حرامية تلاقي. اوبس مفيش بعد كده، اهو هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ ها يا سلام. يلا صل انزل يا عمر. الف شكر اترفت فين يا ريس. الف شكر يا ريس، ربنا يخليك. مش عارف من غيرك كنا هنوصل ازاي. تكرم عليك، اكل الجمل ده احسن شكل ومفترس. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكوا ده؟ عمر صمم بقى، والتصميم اراده ان احنا نرجع نغير ونلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال، ولا ايه يا شيخ العرب؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم. ليه؟ ده المنطقه هنا امان جدا، ما فيهاش صريخ النجوميه. شوفك لابسه فستان، وعلى فكره اللون الاسود عليك حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده، انت اول مره تشربي شاي؟ ايه انت؟ ايه قله الادب دي؟ ايه البواخه دي؟ ده الشاي بتاعي. ده الشاي بتاعنا. ايه اللي الشاي بتاعك؟ بتعملي الشاي ده؟ ده حازم. شفت اهو. طب انت معاك شاي واكل، هيبقى معاك الاثنين. لا طب هات الاكل. خد اهو ده ستر، انا باكل ورك. هات امسك، اقعد على الارض بقى. يا هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك تراوك؟ ما بتردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ ما بتردش برضه. ده ايه، بتشفوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي ما تشوي بقى، اديني حد. على فكره الشيخ لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني، تتخض بس مفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها بالسوبر جيت. بقول لك مفاتيح خزنه ابعتها بالسوبر جيت ازاي يا شيرين يعني؟ ما خلاص يا حازم، روح بقى اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تزعلي بقى؟ خلاص انا هروح واجي بسرعه مش هتاخر. خلاص؟ ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. شيرين؟ ايه ده، انت لسه صاحيه؟ انا افتكرتك نمتي. راحه فين؟ مفيش، مخنوقه قلت اتمشى شويه. وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي. طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه؟ ايه اجراءات امنيه برضو؟ لا لا عادي، انا برضو حاسس ان انا مخنوق. واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد، فريحه الحيطان زيت جامد قوي. اتفضلي. طب ثانية واحدة بس اجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجأة. ثانية واحدة. انا جاهز. تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ اوكي يمين. اوكي اتفضلي.
شكلك بردان، تاخدي الجاكيت؟ لا بالعكس، ده الجو حلو قوي. ماشي اوكي. ها كنت بتسمع ايه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي ايه؟ كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. اه من شويه دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ اه. وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضو. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ اه. لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش هي اسمعك حاجه ازاي؟ كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك، بس ما ينفع، انا صوتي مش حلو اصلا. لا لا لا، يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف، بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا؟ يلا بقى، يلا يلا يلا. مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده ليها اغنيه كده كنت بسمعها صغير اللي هي ها اللي هي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى. اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لي جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو، بس برضو انا بحب في اغنيه برضو كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله؟ اه اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا، سكر سكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا 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 مش عجبك. بصي بصي كده في السما فوق قوي، ها، واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. لنفس ذات الوقت بالظبط. حاسه بحاجه؟ لا وانا دي مشكلتي من وانا صغير، عمري ما حسيت بحاجه. قلت اقول لك جايز. أنا حسيت بحاجة. إيه ده؟ أنا عايز أقولك حاجة كده بس متردد. لا لا قول. أنتي عارفة إن أنتي ليكي أربع ضحكات؟ إزاي؟ يعني ليكي ضحكة كده أول ما بتصحي من النوم، وليكي ضحكة تانية بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. أنا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الأوضة، ضحكتي ضحكة كده. اه طب وإيه كمان؟ في بقى الضحكة التالتة اللي هي بتبقى ضحكة صفرة شوية. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني، هي على برتقاني شوية. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده. ايه ده؟ بعك انا صح؟ اه بعك. لا يعني يعني مش سماويه، يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك انسي الضحكه دي بلاش. اه صح؟ اه انت كده قلت تالت ضحكه. الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي طب ما تقلدها لي. اللي هي عارفه لما بتضحكي عليكي بتقفل قوي دي اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده. ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه. لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليك لو قلت لك ان انا عارف. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه ليه ما احنا قاعدين اهو، وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه. خلينا قاعدين. اه خلينا قاعدين، جت حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخد الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزوا. انا بتكلم بجد، انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليك ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليك. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، بتهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليك. صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. يا انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا لا سيبيه سيبيه، بتعملي ايه؟ امسك بس. خليه بس هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره، انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. كنت براجع اغنيه سكر. امضي سعادتك بقى عشان دي موافقه على البرفانات الكبيره. مش انت موافق على المشروع ده اهوت ومعاك توكيل؟ امضي انت. على فكره الولاد وحشوني قوي يا سالم. ربنا يخليهم لك. ما دام سعادتك بقى فتحت الموضوع، انا كمان عندي اعتراف صغير كده.
ايه خير فيه يا سالم؟ لا خير ان شاء الله. انا اصلي كذبت عليك كذبه بيضه. الواد زكي ده هيبقى ابني. زكي بقى ابنك؟ ايوه يا فندم. بس والله انا مظلوم. اقصد يعني انا اتورطت في الاول، خفت من الولد يعمل مصيبه من المصايب اللي دايما يعملها في كل شغلانه يشتغلها. على فكره زكي قال لي انه ابنك من اول يوم اشتغل عندي، وطلب مني ان انا ما اقولكش عشان انت هترفض، ما بتحبش الوسايط. زكي قال لك؟ يا زكي لا اوعى تشتمه وازعل منك. يا ريت ابني يكبر ويبقى زي ابنك زكي. بقول لك انا هدخل اشتري حاجه من المحل ده. طيب وانا هسال بقى عن اكل الكلب ده قدام شويه كده يا رب الاقي. طول عمري بموت في الروسي. حازم حازم ولا حازم يا حازم، علقت الموز ده انا سايبها لك بمزاجي. زبنيتي بجاستا قدية موجنا كوبي توفلي شلافة مجازين دي لتوفلي شلافة. أصلا أنا مش من شرم الحقيقة. مجازين توفلي شلافة. أيوة أنا مش من شرم. أنت إيه ما بتفهمش الإنجليزي؟ أنا مش من شرم. مجازين توفلي شلافة. يا سيدي أنا مش من شرم. أنا مش من شرم. لا فاني بايش توفلي شلافة. توفلي مجازين مجازين. بقولك ايه بقى مجازين امك ما تجننيش. انا متضايق. انا مش من شرم. انا مش من هنا. زبنيت سوري اشتم اشتم علموك كده في بلدك تشتم. سوري. الو اي حبيبي ازيك وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي 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 قوي. لا 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 مش اتاخر، انا هخلص حاجه في ايدي كده على طول واجي. طب خلي بالك بقى وانت ماشي. ماشي يا حبيبتي ماشي. حاضر متلاقيش. مع السلامه. ايه ده شيرين قاعده ايه؟ صباح الخير يا شيرين. على فكره انتوا عندال ليه؟ عشان خرجتوا وسبتوني الصبح. قعدت صحي فيك ساعه انت اللي ما رضيتيش تصحي. برضه نادله مالك يا عمر؟ احنا قعدنا ندور على اكل الكلب وما لقيناش، عشان كده زعلان. ولا يهمك يا اخي، اخلي حازم يجيبه لك وهو جاي. مش هيلاقي. ما انا بقول لك احنا دورنا في السوق كله ما لقيناش. لا ما هو هيجيبه من مصر. ايه ده هو حازم راجع مصر؟ هو اصلا في مصر. ازاي ماشي امتى؟ مش امبارح بالليل. امبارح بالليل ده ايه؟ بقول لك انا لسه شايفه حالا يعني في السوق. لا 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 اكيد حد شبه. احتمال يخلق من الشبه 90. هو انتوا شفت حد في السوق؟ لا لا ما اصله عمر وساره كانوا. ها جرس بيرد ومحدش بيرن ولا ايه؟ لا يمكن التشارج يكون خلص. او جايز البطاريه تكون خلصت برضه. ايه بتحصل. طب انا بروح اضربهولك ويقول لي هو شافني هنا ازاي. بقول لك ايه انا ما بحبش المشاكل. بقول لك ايه يبقى انت كده مكدباني ومصدقاه. ده واد وسخ وعايز يوقع بيني وبينك. هو ما يعرفش اللي بيني وبينك، هو فاكرنا اصحاب. يبقى عايز يكسب بنت عند ابوك. هو عارف ان ابوك ما بيحبنيش. زكي ما بيحكيش لبابا اي حاجه خالص. بقول لك ايه بالاخر بقى الواد ده شكله كده بيرسم عليك عشان كده غيران مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. ما انت ما شفتوش كان بيبص لك ازاي. طب انت تليفونك كان مقفول ليه؟ يوه بقول لك ايه انا راجع مصر. لا 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 خلاص انا اسف يا حازم. انا اسف يا حازم. واو انت عامل في شبيني بالديك. ناديله ناديله يا عمر ناديله. انت هتدوري علينا صح؟ انت شفت حازم هنا فعلا؟ شفته لما كنا في جيب. انت كذاب. طب ممكن تهدي بس وافهم ايه اللي حصل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز تمسك ايدي؟ انا ما قصدتش بس انا بقى. انت كذاب. لا انا مش كذاب. انت بقى مش عايزه تكذبيه. انت حره. بقول لك احترم نفسك. الله في ايه يا شيرين؟ شيرين انت شغال عندنا نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا ما نسيتش نفسي ولا حاجه. وانا اسف كنت تعديت حدودي، واسف عشان مسكت ايدك، بس انا مش كذاب. زكي زكي عمر تعال هنا. مسحت لك بكرامه الارض. طب اتفضلي تعالي. لا انا هروح اشوف ساره. تروحي فين؟ ما تخش تكلميها من جوه. تعالي تعالي اتفضلي. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ طب انا اروح اغير. انا الو. يا بنتي هنخرج ولا لا؟ لا 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 انا مش قادره انسى. طب اوكي ماشي يلا باي. ايه بقى شيرين ما تهدي شويه. في ايه وبعدين هو احنا هنخرج كده ازاي يعني؟ خلاص ما حصلش حاجه.
خلاص بقى. الله الله. ايه في ايه؟ ما تفكيها كده شويه. افك ايه؟ يعني اي حاجه يعني. تعالي معايا وانا بحلق دقني. حازم قلت لك 100 مره ما بحبش الطريقه دي، هخرج بره. اصل برضه اصل ما ينفعش حد يبقى حلو كده. ايه ده؟ اسمعيني قلت لك. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت مجنون. وانت هتمشي؟ بس يا حاج بقى. ساكت بالشكل ده. أنا عايزك تقول له إنه كبر قوي في نظري لأنه راجل بجد. وعايزك تقول له كمان إن أنا مستنيه. مش زكي البودي جارد، لأ، زكي سالم الأسيوطي. أنا مش فاهم حاجة. قول له أنت بس، هو هيفهم. أنت لسه صاحي يا زكي يا ابني؟ ومبوز برضه؟ على فكرة يا ابني، أنا مش عاوز أعرف أنت زعلان ليه، بس عاوز أقول لك حاجة يمكن تساعدك. أنا يوم ما أمك ماتت حسيت إن الحياة وقفت، وزعلت، زعلت قوي، وكان نفسي أموت وراها، بس أديني واقف جنبك وما متش والحياة مشيت. على فكرة
خير البيبي يقول انك راجل جدع وعاوزك ترجع الشغل تاني. يا ساتر للدرجه دي؟ عموما انا هقول لك كلمه لمصلحتك، ما تخليش الزعل يا ابني ياثر عليك ويوديك في حته ترجع تندم عليها. تصبح على خير يا حبيبي. زكي بقول لك ايه؟ روح شوف الزبون اللي عايزه ايه؟ انا معايا اوردر هوديه. يا عم اوردر ايه بس انا هوديه، روح انت شوفها عايزه ايه. يا عم تشوفها انا بس بس هات. روح. طب خد ده حساب ترابيزه خمسة. حضرتك انت لسه زعلان مني يا زكي؟ حضرتك ما قلتيش عايزه تشربي ايه. انا عايزه اشرب شاي. شاي؟ اوكي. طب انت ليه بتعيطي دلوقتي؟ عشان انا ما بحبش الشاي. ايوه انا عارف، انا عارف انك ما بتحبيش الشاي، وكمان انا اول مره اشوفك بتعيطي. خلاص بقى خلاص، مش هجيب شاي، مش هجيب. اقولك حاجه، هي دي الضحكه الخامسه اللي كنت سالتيني عليها. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، ما معيش مناديل فامسحي في الله. خدي دي بلت، خلاص خدي دي. يلا بينا بقى يا زكي. اه بس هو الحقيقه في مشوار مهم جدا بالنسبه لي انا لازم اعمله الاول. ولا خاف من حد، زكي زكي شاي.